ومن فوائد فتاوى ابن تيمية رحمه الله، الله جل وعلا قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال بعض المتكلمين وهو الغزالي قال: هي لا تسبح، وإنما لكونها مفتقرة إلى الله تجري عليها مشيئة الله، هذا هو تسبيحها. ولا شك أن هذا المعنى خطأ، وكذلك قول من يقول إن تسبيح هذه المخلوقات وأن قنوتها إنما هو إذا رآها بنو آدم رأوها فرأوا آيات من آيات الله فسبحوا الله عز وجل، وهذا خطأ. الصواب أن كل مخلوق يسبح لله عز وجل تسبيحاً نحن لا ندركه ولا نفهمه. أما كون كل مخلوق من جماد أو نحو ذلك هو مفتقر إلى الله فلا شك في ذلك. ومع هذا فزيادة على هذا فإن هذه المخلوقات ولو كانت جمادات فإنها تسبح الله عز وجل. وبنو آدم ما عرفوا الله فقط بهذه الآيات، بل قال رحمه الله: بنو آدم مفطورون على معرفة الله جل وعلا قبل هذه الآيات. إذن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، لها تسبيح، كل له قانتون، لها قنوت، لكن نحن لا ندرك ذلك.